السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع ماني ماني في نسخته الجديدة يا شباب. الموقع بيدينا على 68 ساعة بيدينا 200% يا شباب. الموقع ده احنا كنا شغالين عليه وانصحكم تلحقوه ولسه في أوله وتشتغلوا عليه. تمام يا شباب. الموقع دوت لسه عامل نسخته الجديدة النهاردة. طريقة تسجيل يا شباب، بنيجي من هنا بنحط هنا الاسم وهنا الايميل والباسورد وبنعمل تسجيل. انا اودعت 200 روبل يا شباب. هنخش كده من هنا الايداع، من هنا الدخول، هتحط الاسم والباسورد وتعمل تسجيل دخول. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين كده في حسابي 200 روبل اهو، كنت اودعت بس جيت اعمل الفيديو حصل مشكلة واضطريت ان انا اعيد الفيديو تاني. تمام يا شباب. طبعا اول ما تخش على الموقع يا شباب بتيجي من هنا بتحط رقم محفظتك وتعمل حفظ اول حاجه. بعد كده من هنا يا شباب الايداع، بتيجي من هنا بتختار الخطه اللي انت هتودع بينها، وبعد كده بتختار هنا المحفظه، ومن هنا بتختار مثلا الايداع. بتيجي من هنا كده، لو تختار مثلا 200 روبل مثلا تيجي كده وتكمل، بيحولك على المحفظه بتاعتك وبتودع المبلغ اللي انت عايز تودعه. تمام يا شباب. بعد كده من هنا السحب يا شباب، بتيجي من هنا بتحط رقم محفظتك وهنا بتحط المبلغ وبتعمل طلب دفع. ومن هنا يا شباب الوديعة بتاعتك، طبعا الوديعة اللي انا وديعها اللي شغالة اهي، دي وديعتين دولت كده ايه كتجربة. بعد كده يا شباب هتيجي من هنا هتلاقي الوديعة بتاعتك اهي ب200 روبل اللي انا اودعتهم، ومن هنا رابط الاحالة بتاعك هتيجي تلاقيه تحت اهو. بعد كده يا شباب الاعدادات والخروج، دي كل حاجة يا شباب عن الموقع. وزي ما انتم شايفين كده دي اول وديعة لينا، وان شاء الله نربح منه كلنا في اوله، نلحقه في اوله يا شباب، نستغل الموقع في وديعة او اتنين. يا ريت اللي يشتغل على الموقع في اول وديعة لو تمت معاه ان شاء الله وما حصلش اي مشاكل يشتغل بارباحه عشان ما يخسرش حاجة. يعني لو جاله 100 روبل هيشتغل بال100 روبل التانية ويركن ال100 روبل اللي هو اشتغل بيها، يبقى هو كده ارباحه اللي شغاله. لو خسر يبقى هو ما خسرش حاجه. وبكده يا شباب كنت انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت دعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.